وبالتالي هنا كراسنا عطينا مجهود كبير للرياضه خصوصا فيما يتعلق بالاصول التاريخيه. شرف اليوم باستقبال الجامعه الملكيه لالعاب القوى، وكما تعلمون مجلس جهه الداخله وادي الذهب يولي اهتمام كبير جدا بالرياضه بمختلف انواعها. هذه الرياضه يعني مهمه، ونحن نتمنى بانه تشرع الانديه الموجوده في الداخله بتكوين عصبه في هذه الرياضات، ونحن ان شاء الله سنقوم باللازم، يعني سنقوم باتفاق نوجد ان شاء الله اتفاقيه شراكه معهم نجد دعمهم وانجاح هذه الرياضه في الداخل. من ضمن الاخوان اللي جوني هناك ابطال دوليين واللي في الحقيقه شباب ومهمين، وكذلك الداخله عندها كفاءات كبيره من بينها بطل دولي عندنا واللي في الحقيقة أرفع راية المغرب في عدة أماكن في عدة مناسبات عالمية. اللجنة التقنية اللي زارت الملعب ستوافينا إن شاء الله بما يمكن القيام به من أعمال، ونحن مستعدون إن شاء الله لمواكبتهم من أجل أن يكون هذا الملعب صالح لمختلف الرياضات. المدير الجهوي الشباب والجهة الداخلية لمدينة الذهب، كيف ما لاحظنا اليوم هناك مقر الجهه ديال الداخله والذهب، السيد الرئيس المحترم استقبل بعض الابطال وكذلك الكاتب العام ديال الجامعه للالعاب القوى والوفد المرافق له وبعض الجمعيات التي تشتغل في مجال الالعاب القوى والداخله. يعني كان الموضوع ديال كذلك رئيس الفرع ديال العيون نفسه. إذا كما لاحظنا كان واحد اللقاء شيق في إطار تقرير أحداث العاصمة جهة الدولة والذهب لإقلاع هذه الرياضة خاصة من مجال القاعدة للألعاب الكبرى والتفكير في تحسين ذاك الحلقة ومحددها وذاك التعاون والتشارك مع جميع الشركاء، وكذلك يعني إدماج ألعاب الكبرى باش توصل واحد المستوى الصفوة والنخبة. إذا إن شاء الله ستتابع انطلاقة جديدة، واللي حتى علينا السيد الرئيس أننا نعملوا أغنية طرف وجيز هذه المشروع من أجل إقلاعها ودعمها مادي وعلميا. إذا كيفما عهدنا به هذا ونشكروا جميعا بكل صراحة وبكل موضوعية على أن اللقاء ديال اليوم مع السيد رئيس الجهة يعني كان لقاء مثمرا، بحيث وجدنا شخص السيد الرئيس أهمية و سنعتبرنا إقدام. علاش إقدام؟ لأنه مد يده الأسرة ألعاب القوى بالجهة وحثهم على خلق أندية وممارسة أندية، وأنه مستعد لدعم ألعاب القوى في هذه الجهة. إذا هذا تعبر الشيء كثير على أنه لقاء مثمر، وبأنه لقاء مع شخص يعطي لكل ذي حق حقه، بحيث أنه ما تيوضعش كل رياضة في كفة بل تيوضعهم في كفة واحدة. من خلال الكلمة ديالو تيقول بأنه إذا كان دعم كرة القدم فإنه تدعم كذلك ألعاب القوى، وأنه مستعد كل الاستعداد لدعمها يعني حضوريا وماديا ومعنويا، والتمس من الناديين الموجودين وكذلك مستر عبد الله الجداد على خلق أندية وجمعية رياضية. علاش؟ باش الجامعة تكون عندها واحد المعطيات وتكون عندها أندية لخلق عصبة جهوية، حتى يكون تنافس مثمر ما بين جميع مكونات أسرة ألعاب القوى في جميع أنحاء المغرب.
سير تقالي راه عجبتو الداخله وبغيت تستمر فيها ان شاء الله.